الفصل يستمر انطلاقه موفقه لشوطنا العاشر، هو شوطنا الاول للقعدان الشرايا لسن الحجايج. تمنياتي للجميع بالتوفيق والنجاح. نذهب مباشرة الى الانطلاق والمسار ومقدمة الشوط والمركز الاول. الحذر لقوير الله بن علي بن مانع الاحبابي من يقدم لنا مشاهدينا الكرام. الحذر ولكن من يغير مع الصدارة وينطلق مهلي لعايض بن صالح. المهلي مشاهدي الكرام لعايض بن صالح. الفيد المري من يقدم لنا مهلي مع المركز الاول. ثاني المراكز يتقدم وينطلق مرموم المبارك بن محمد بن سلطان. الشامسي من يغير مع المركز الثاني ولكن من يغير الصدارة مباشرة. ينطلق ريسن تعود الملكية لمحسن بن سعيد بن محسن. العامري غير مباشرة الى مقدمة الشوط واعلن حضور العامري مع البداية ومع المقدمة. المركز الثاني ياتينا مرموم لمبارك بن محمد بن سلطان. الشامسي ثالث. المراكز الضغط لعبيد بن خليفة بن سيود بن عبيد الدرعي من يقدم لنا مشاهدينا الكرام. الضغط في هذا المسار انتقل مباشرة الى المركز الرابع وراء الوصول المتحد حمدان بن راشد بن حمد الدرعي مع المركز الرابع. خامس المراكز مهلي لعايض بن صالح الفهيدة من يقدم لنا مهلي مع المركز الخامس. وفي سادس المراكز الحذر قوير الله بن علي بن مانع الاحبابي من يقدم الحذر مع المركز السابع. ثامن المراكز وصول من شاهين عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان من يقدم شاهين مع المركز السابع يغير مباشرة الى المركز الخامس. انتقل والوصول من مياس فري بن علي بن حمودة الظاهر يقدم مياس. وصل ظبيان رياض بن عبد الله بن سالم الخلبان القحطاني من يقدم لنا رياض. ها هو مشاهدينا الكرام الانطلاق اول هذا المسار. نعود مع البداية عودة مع مقدمة الشوط ومع المركز الأول. ضغط ضغط مع البداية ضغط مع المقدمة ولكن من يغير شاهين. شاهين غير مباشرة إلى مقدمة الشوط إلى المركز الأول. عبد الله بن حميد بن سيف بن حميدان هو من ينفرد بصدارة المقدمة وبالمركز الأول ومع شوطنا الأول للقعدان الشرايا. ولكن وصل مياس. مياس فري بن علي بن حمودة الظاهر يقدم مياس ومن الجانب الآخر يتسلل ينطلق يتقدم اللي هو مدلل سعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي ما يبنى الطاري الفلاسي إلا في هذا الموقع. يا سلام الكل يتوجه لناموس هذا الشوط. يا ترى لمن الفوز والانتصار في ميدان الوهبة عاصمة الميادين. قدوم مشاهدينا الكرام مع المركز الثالث مياس فري بن علي بن حمودة الظاهري ومع المركز الرابع ينطلق ويتقدم ولكن الصدارة والمقدمة مدلل مع البداية مدلل مع المقدمة. الفلاسي من يسيطر مع مقدمة الشوط يعلن حضوره ويقدم لنا مدلل مع مقدمة الشوط. سعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي المركز الثاني. مياس لفري بن علي بن حمودة الظهرية. سلام وصول وقدوم من الذيب حمد بن عبد الله بن سالم بن حلوس العفاري ما يبنى الطار الذيب إلا مع الخمسمائة متر الأخيرة. ولكن نعود والعودة إلى مدلل. غادر مدلل انطلق مدلل 400 متر أخيرة عن الفوز وعن الناموس وعن الانتصار. يا سلام مدلل هو المسيطر. دير البال وصل بن حلوس يقدم الذيب حمد بن عبد الله بن سالم بن حلوس العفاري. يا سلام لمن الفوز لمن الانتصار لمن ناموس هذا الشوط. مدلل مشاهدينا الكرام والذيب. يا ترى لمن الذيب غير الذيب وهو ذيب انطلق الى مقدمه الشوط. اعلن حضور العفاري. سلام الجنوب سلام لوغان سلام على هذا الفوز والانتصار. الذيب حمد بن عبد الله بن سالم بن حلوس العفاري المركز الثاني. من وصل مشاهدينا الكرام دلل تعود الملكيه لسعيد بن محمد بن سعيد بن حميد الفلاسي والمركز الثالث كان من نصيب مشاهدينا الكرام اللي هو مياس فري بن علي بن حموده الظاهر المركز الرابع. وصل في رابع المراكز مهلي لعايض بن صالح الفهيده والمركز الخامس ربيع رياض بن عبد الله بن سالم القحطاني. التوقيت الزمني مباشره ها هو امامك.
حكم ضبيان اثناء تسلله الى خط النهايه والذيب الذيب بالفعل الذيب لحمد بن عبد الله بن سالم بن حلوس العفاري 4 دقائق 28 ثانيه جزء من الثانيه. تهانينا والناموس لاهالي القطاع الجنوبي وعلى هذا الفوز والانتصار وسعد الله صباحكم. 4 دقائق 28 ثانيه 7 من الاجزاء مدلل قدم عرض يشكل عليه. تهانينا والناموس لمارك سعيد بن محمد بن سعيد بن حميدان الفلاسي المركز الثالث مشاهدينا الكرام ومن وصل في ثالث المراكز وقطع المسافه زمن وقدره 4 دقائق 31 ثانيه 8 من الاجزاء. تهانينا والناموس لمالك مياس فري بن علي بن حموده الظاهري. تهانينا والناموس للجميع.